جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حار، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حار، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله 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 أكبر. الله الله الله. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: جعل لكم من أنفسكم أزواجا. الله سبحانه وتعالى وهو كتاب في سنزل كان محكم كان موش إليه إنه نوري إلي نفوس لأن حق إلى أسواد إيا حوين لغو حسنو أو لغو دقو مودة إيا الرحمن أو مركا إلي رجع يدو مركا دحر ولا وحن دراسة وقصو جرني موضوع إيكو سارسنا حالة دقوركا إيا وحيالها اللي وقد باهن يهددك إسبورسان إيا أما إسبورسان إيا وحن نوغسو دنبيي ننك مسلم كاين لغد البيو إنه سوجدي سيسو قرحيو أو آدي آد وجود العالم إلى شعور كذا إلى عريه. رسولك صلى الله عليه وسلم وحلا شيء كل كأوجر إيمان يه وحوله الرجل صلى الله عليه وسلم على يسر على عن عرق أنا وحوله إيمان يا النبي وحوله صلى الله عليه وسلم هؤلاء كي سئل وشمي أيوم الدنيا مركع إليه سن أبكي سعى وكسر كريم أيوم الدنيا صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس وحويري إني لأتزين امرأتي كما تتزين لي أني حوينتي لو أن إسوق الحين يا إسوجة آنغو سيدي أيو إسوق كي قرحيوك منجع لي إرن أني حقا يكذا تأيضا حقا إذا أنك قبطره مركوع على الدولة يا زينة يا قروحها يا نظافضة إلا قد لها ولي بسدح وقتي وعلى قد دون يا رجع يا دمر كوئي لما الله راح وروح له ولا وإلى ذي أنا ضفدت وجود الآن وسدح على الله على يد كوش هذي من قبل صلاة الفجر صلاة الفجر كهرتين يا ظهر ككجر على وقتي يا أي أيق مركع غير إن شاء الله سمعين أيام يا صلاة عشاء كجر على وقتي يا أي برجولة ولا جفان الصحرتين وقالها سوحا للدون إياه إلي سجع على زيرة أغفة كلام زيرة حل أغفة كلامة أيها اللي يري معنى هذا اللي لا بجير إلا وحيل دير عليه أيها الشغل لقد دكتو إن أنت مسلمات دعا وقت قينا وإني إلى عرسا وإني سنكون مشغول سيرا يقودها قعرالا أو ديرك أغو مشغولا يعني منك مسلم كان تاسوك أيها اللي قد دون إياه حل يسوحيه حل يسنبي فيه والي لكن جيرك شغا كدق الله ربهم سجال سعر الأفر إنسان يا واسد حاجة قلم نماء سي أولان أولان بغرك يسهل صراحة من نماء يقول كو قالية سي جيرك وحوال قبانا ينتاسو الدين معهد شرع كود دير على مجل روح النوع عاصو كراء قبر بقى لعروسين يا تضوان مع الموت دا جيرك لا نقصد محل ولا جيدة ومر كل مرين ومر مرين تمر ومر مرين بلا يكلا يا عمتوا كو حيارة إذن كويري مربع هؤلاء كسرين أنت لقراهم بأسهم ميري يا يرسولي على رقره ما بك عاجز لحكة ما ربك حشوتان إن أنت صابون يبيع أنت لسني النظيفة أو سوى أنا يسندير كذا أو مغرو أو كنت هذا سريد سريد مرضطة إعلان سعرته أو الله برفهم يقول قال لك يا نوع عويان وحن كراو يسكد روض ولا نفراها على رقابه والله على قبره سبحانه وتعالى وعلى الدنيا إن أيدتكم عبديها إسكجران كنت غيرها إلى الذين إن يغفقوا كبحان إلى إسكحيران وروح لأي أكجرتها نبي صلى الله عليه وسلم أركوا تدريك هل يواطوا رجل كوير شعر كحيرة قرك سيدية
ninka jeerka xiiroo saari waa yani weyn oo lamiwadobahalkii dabaqaroobka ahay sayntiisa qurun iyo dulli uu muujinayo qurux dharo cadayashada ha ku dadaala ayuu yidhi sanka biyaha geliya oo ka soo saara suu qashinku uga soo baxo faraha meelahooda laalaabka dhaqa cidiyaha jara kilkisha tinta ka soo baxda iska rifa ayuu yidhi si ay nadaafadu kuugu hagaagto caanada xiira waa tinta ka soo baxda xawla farjii biyo ku istanjeeda arrimahaas ayuu nabigu ka waramay sallallahu calayhi wasalam nadaafadda iyo wanaagga ayaa ku jira xadiid muslim ku sugan baana sidaa qoraya marka rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala oo xaqa dhaqa loo ilaaliyo oo yaan diinta islaamka lagu tuwanin waxaa la diidayaa gabdhaha muslimaadka inay jirkooda ku cayaaraan rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu naxariista alloo laga durjiyay ugu duceeyey oo lacnaday waa shimaad iyo mustawshimaad kuwa jirkooda midmido iyo kuwa loo midmido naamisaad iyo mutanamisaad kuwa naamisaadka ah waa tinta ka sarrayda yani indhaha baarkooda sare kuwa xiiro iyo kuwa loo xiiro mutanamisaadka ah kuwa xiiro iyo kuwa loo xiiro iyo kuwa mutafallijaadka oo ilkahooda qora si ay u helaan xusni iyo qurux oo doorinaya khalqa allah rasuulku waa lacnaday naxariista alle in laga durjiyo ugu duceeyey xadiid bukhaari iyo muslim ku sugan baana sidaa caddaynaya wuxuu kaloo rasuulku lacnaday sala allahu calayhi wasalam waasilada iyo mustawsilada midda burukada loo saaro iyo midda u saarta labadaba naxariista alle in laga durjiyo ayuu ugu duceeyey kaana waxaa qoray xadiid muslim iyo bukhaari ku sugan haweenka waxaa laga reebay inay ragga isku shabahaan anay naagaha gaalada isu ekaysiyaan waxaan diintu u ogolayn nabigu wuxuu lacnaday sala allahu calayhi wasalam almutashabbihiina min alrijaali binnisaa waalmutashabbihaati min annisaai birijaal kuwa ragga ah oo dumarka isku shabaha waa kuwa qacani gashanaya silsiladihii dumarka iyo labiskoodii iyo kuwa dumarka ah ee ragga isku shabahaya waa kuwa saraawiisha inda soo xirtay tinta soo jartay balaayo soo sameeyey curuuska booskiisa imaanaya ayugi la curuusayo xadiid macnaha tusiyey bukhaari iyo keyrka ayaa qoray waxau rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum axadkii qoro isku shabaha ayuga oonba uu ka mid yahay burukaha saaranina tintiina iyo jirkiina ha ku cayaarinina xaqa kan yaa lagu tumanin rabbigii ka cabsadoo diinta islaamka dhab u ilaaliya aad alla agtiisa wanaag fara badan iyo khayr ka gaarteene dadka muslimiinta ahu ma loo baahna inay muslimiintu ku cayaaraan xaqa oy diinta islaamka dad ku tunta noqdaan ee waxaa la doonayaa kitaabka alle iyo sunnada nabiga dhab in loo ilaaliyo marka ha layska ilaaliyo tashbiixa gaalada waxaa layska reebay faraatiga dahabka ah oo ay u yaqaanaan faraatiga khidbada ragga iyo dumarkaba waa loo diiday waxaana laga keenay faraatigaa sida ay muslimiintu caddeeyeen nimanka loo yaqaan masiixiyada curuuskooda ayaa waxaa la keeni jiray faraati waxaa lagu soo qoraa oo loo sheegaa ismulab faraatiga isaga ah halka ayaa la keenin ismulab iyo ismulibni iyo ruuxulqudusiyo balaayo ayay samayn jireen dad badan oo maanta jira islaamnimo sheeganayaa markay curuusayaan waxay keenaan curuuskooda faraatiga isaga ah rasuulka sala allahu calayhi wasalam nin ayuu gacantiisa ku arkay khaataman min dahab fanazaca fadaraca waa uu ka siiyey waana ka tuuray waxauna ku yidhi sala allahu calayhi wasalam yacmidu axadukum ilaa jamrati min naar fayajcaluha fi yadi axaakiin dhuxul naara ayuu u qasdayaa korkaas ayuu gacantiisa gelinayaa rag marka rasuulku inta ka gaaruu ka tuuray nabigu markuu tegay ka gadaal sala allahu calayhi wasalam ninkii waxaa lagu yidhi faraatiga qaaboo ku isticmaal wallahi laa aakhuduhu yidhi ma qaadanayo rasuulkaana isagoo tuuray sala allahu calayhi wasalam muslim iyo nasaa'i baa soo saaray xadiidkaas wuxuu caddaynayaa faraati dahaba ninkii gacanta gashada inuu naar gashaday khaasatan ragga iyo dumarka is-curuusaya faraatiga ay qaataan xaaraannimadiisa dahabnimada intaan la gaarin xaaraan kale ayuu wataa oo ah in masiixiye lagu shabahayo ninka gaalada isku shabahaa ayuga oonbuu ka mid noqon waxau rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam man kaana yu'minu billahi walyowmi alaakhir falaa yalbas xariiran walaa dahaba axadkii allah iyo maalinta aakhirada rumeeyey xariir iyo dahab midna yowsan labisanin ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam
إمام أحمد أيها سنة حسنة قصاصارة ربي على قبضه وعلى إسكائل على الموضوع وأنكها الله يصير يا ذهب كحالة ديسة حظ القهر وحدهك كما منوعي يضم الكئير الحركان سلسل لها تجمها فراتيالك إيا وحلا متكاء رسولك صلى الله عليه وسلم وتحديث كيري من أحد أن يحلق حبيبته بحلقة من النار فليحلقها حلقة من ذهب أحكي جعل مد أو جعل يئلو حلق النار أجري حلق الذهب أو جري أحكي جعل إلو مد أو جعل يضوغ نار أجري وهو على إسكال الله هأجري يضوغ ذهب أما فراتي ذهب رسولك وهو إلي كو عيارة تدر عليكم بالفضة فالعبوا بها عيارة كو عيارة استعمارة أبو داود يا أحمد باسنة صريحة قصة صارت وحانو كهر اللي الذهب كمواضع ملكرية قفك وحي صقرة هالرأسل وهو قياد وانا دومرك انت اللي اقبلي انت كان منوعاي قبل والبوه المسلمين انا وحا اللي قد دونا نصوص الى الاريسو استعمالك ديجيمها فراتيالك ايا سلسلة لها ايا دقاها الدهب كاسكدية وحا كسبا شرفتين وحا كسبا وناك انا الاريسان كوهرت ايو في الدهب حركة الدهب دوريسا دهب كما عبان ايا قروح ابنكم بما يوسيني نمال امد مغولين المقارة ايسين مايو فاسا إبين فضلين مايو نكو سجارك وجعلان مايو دبك دهبك على إسكدي مدك على دباتنا أولي من وحا كمينة إن قريوك الدنيان هدان دهب لأي قري أنه مجرم أي أرانيان فرق أي دمرك إسكروسة يا فراتيارك دهبك إسكوك قرينية ماشي قروسك كبعي أنا حرام وي شرعي إسلام كنا مؤغنا حقا إلالية حرام تكتغى حوك النبي إلا كعبتان هدان دون إسان الله سبحانه وتعالى وألا الجميل وغرحصا كمالك يواناك ألا واجعليا فقا يضمرك إصغراء وإلى إصغرحيا قرؤوا وحيوك إرسان تعالى رضي من وعباد من نوع ظاهر مدى بعض كاوحا لرجل علم إيا عقل إيا دير سنينو إيا دور سنان إيا جي سنينو إيا شرف إسلام كاللغو إلى عليا قفوا القوة إلى وليا ونكا يا أولد إسقر سنة يا كاميرا كذلك ظاهرك وروح ظاهرك انا وحوي قف والباوين وشرفتي سي سوردي سئل عليا معايا يا لي الله سبحانه وتعالى وقرانك كويل يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسي لباسا يواري سوآتكم وريشا واللباس التقوى ذلك خير والبني ادم وحن ابن سوى الدين درعا اوردي نكوكا الى يمد اسكوكو حلان مركع عرصير ايانا كغير برا هركا اللي بل لبس بانا لكو وشاقا يلا راح الرقاء لبس كالكوضا لوحا لقو يعورانا مقاري او اسغرحي واهاتر غرحان ايا وناي حلو كالوغادنا لوحا لقو قوير عرصير على تقوانا دينتا قرشانينا الى عرنتينا ديخ سينمانينا اخلاق زعنانتا اسكو قوحي ايانا اكو غير برا مركع الله حالدونا ولا رقفورا ولا ناو ايضا اخبطتنا كلا اوحا مرورا وأخبار ضبك كلا أو دين تستوى وقلنا غير خير كيس الشيخة إيه حديث الدين كلا براي ويسا ولا كيس الشيخة ويسا حق يسو دردامي وأخبار ضبك كلا مركو لجو ومريا أخوة وقو أسكتا بلان أو إيراني سوق مركو آدي يرأو حرقان يو ترش ترش كثيري إيش سلامنا محالا قول النوري محالا لك بغو يا إنان تقول لبي سنة سانينك يو نكو لبي سنة يا إنان تتر gubarko banaanka aad iyo dadka ugu buuxan oo xiran gurgana baafiyaal baa lagu galaa iyo kuwa u soo baxay Saint Eighty Saint Fort ee soo galay waxa ay ka magataa oo diinta Ilaahay ilaalisaa waa wax idin ku habboon jamaalkiina ku dalaala jamaalku waa nicma min nicma Allaha kamida ilaahay nicmooyin ku bixiyo kibir iyo jira sama aha rasuulku waxa uu sallallahu alayhi wa sallam ala suradihiina iyo maalkiina ma eegayo walaakin yandur ila qulubikum wa amalikum قلبي إنه يحاول كي إنه إيجي والقلوب تسمعيسا وعمل نريسا قريه إنه كسمعي ووحي دينت وبشي كوة الضغمة حديث معنى تسيا مسلم باقرد وعرسولك الشيخ صلى الله عليه وسلم لا يدخل جنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر إيه وكبر بقي قلبي ووجه الجمال على إنه سنجليني رسولك من بأوي من وحوي رسولك الله ضبك واجعلي كرتي صحفنا مربي صحفنا إلى الرحيان رسولك وحوي صلى الله عليه وسلم مكي لي الأرنكا سكبر كما كملا لا أولي إن الله جميل يحب الجمال أهو غرسية غرسانتنا ولا جعلية الكبر بدر الحق وغمد الناس كبر كوحى لي لا حق إلا الديغو ضدك الله حقره مسلمي أبو داوية تنويري وآخره
ninkii haweentii noolaa isxaqiraya maamaaliga xun maamaaliga afka noocaa sale war maaliga reer heweed waxaa sale isku odhanaya xaqiritaanka rag iyo dumar laysu liidaya iska deeya qofka qofka kale haddou xaqiro kibir baa soo garay qofka kibir kalena naarta allah caabo looga dhiga dad walaala ah oo diin walaala ku ah oo nololo ka baxayda oo isjecel oo maxabad ka baxaya noqda dardaarankaan hoo usoo marnana ilaaliya alliibaan fara badan gaarteene marka run ahaan wanaag fara badan baa la gaarayaa haddii aan takabur jirin qof walba qofka kale qadarinayo qof walba qofka kale wanaagga u dardaarmayo qof walbana baadinkiisa iyo qalbigiisa u nadiif yahay wanaag fara badan baa la gaarayaa dadka qalbiga ka nadiifka ayaana korka nadiifka ka noqon karaya xaqiiqadu sidaa weeye diibka iyo in laiscarfiyo maxabbaa ka dhalata waa laysku jeclaadaa rasuulku waa soo yidhi xadiid aan hore ku soo marnay xubiba ilaya min dunyaakum annisaa wadiib waburatu cayni fi salaad waxa adduunyadiina layga jeclaysiiyey haweenka iyo diibka in la guursado iyo diibka laiscarfiyo inantu waa inay ninkeeda isu siinayso oo isu diibiyo waa min aqwa asbaab almaxaba walulfati baynahaa diibka iyo quruxdu waa maxabada waxyaalaha ugu weyn oo soo jeeda quruxda lagu sheegi maayo caddaan isnadiinti baa laga wadaa waxaa kaloo laga wadaa qofba qofka kale inuu tusiyo waxa uu jecel yahay oo raalli ka yahay markaa qalbiga nadiif ou yahay meel walbaba ishaasankaaga qalbigaaga meel walba ilaali yaan xumaan lagaa urinin yaan xumaan lagugu arkin qalbiga xumaan dadka ha ugu qaadin wax qalbiga xumaan lagugu qaadana dadka ha ku samaynin ahad walba saasaa laga doonayaa ragga iyo dumarka maanta jira saasaa laga dooni rasuulka sida sayxaynka ku sugan markay gabdhuhu weydiiyeen ay ku yidhaahdeen dhiigga xaydka markaan ka maynanayna maxaa samaynaa waxau ku yidhi qidcani khudii qidcata mumasika waxaad qaadataa suuf la carfiyey fatanadifii maa biha maxaadka ku nadiifi oo dhiiggu ka yimid maxaa yeelay waa inay inantu wax udgaya ku maydataa dhiiggu karbow leeyahay yaro dhibaataa ka imaanaysa nadaafadeeda iyo sharafteeda waa inay inantu ku dadaashaa ma aha labadii qofa inay gurga wada joogaan axad walba oo todobari kor quraysh ugu dambaysay allaha laga bogo subxaanah watacaala ma aha inay gurga wada joogaan qof walba oo jirtu ka daawanayso bila calay xishooda oo alla ka badlo subxaanah watacaala rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxau yidhi adyabu diib almisk diib waxa ugu wanaagsan miskiga ragga diibkiisa waa wixii carabtiisu soo daahirto midabkoodu qarsoon yahay gabdhaha diibkooda waxa ugu qayb badan waxa midabkoodu muuqanayo carabtooduna qarsoon tahay oo inay dadka banaanka jooga barafunoga soo carfo ma aha marka waa in wanaagga sidaa loogu dadaalo layscarfiyo guryaha laysu nadiifiyo qofba qofka kale wanaajiyo markaa ka gaal waxaa la doonayaa cursiga barkimihiisa iyo sacaadadiisa cursiga markii curuusku dhaco waxyaalaha sacaadada oo loo baahanya mulaadafatu sow inuu ninku haweenta u dhimriyo marka loo soo geliyo asma bintu yasiid asakin waxay tidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa usoo qurxiyay caaisha qayantu caaisha lirasuuli illahi sala allahu alayh wasalam qayinka waxaa la yidhaha waan soo diyaariyey waan soo qurxiyey waan soo nadiifiyey waan usoo labisay uma ji'tu markaas ayaan u keenay waan u yeelay saw nabigu ula qaali noqdo ama ula joogo ayaan ugu yeelay oo u dhanac fadhiisto markaan gurga usoo geliyey waxay tidhi inanta la yidhaha asma nabigu waa yimid fajaa'a ilaa jambiha dhinaceeda ayuu yimid oo u fadhiistay dadkii meesha yimid hortooda inta la fadhiisiyey xabad sambuusa aftooda uusan gelin baraka boolooyinku waxay maanta samaynayaan laakiin dadkii ayaan inta geliyaa nabiga u yeelow halkii ugu yimid markaa ka gaal waxay tidhi fautiya bicos rasuulka waxaa loo keena weel caana ku jira markaa ayuu ka cabay sala allahu calayhi wasalam markau cabay waxau sameeyo u fiiriso uma naawalaha nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigu caaisha ayuu u dhiibay markau isagu cabow u bilaabay faqafadad ra'saha wastaxya madaxa ayay raaricisay wayna sariigatay oo way yaro cabsatay asma waxay tidhi fantahartuha waan horaday waxaan ku idhi khudii miyadi nabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga gacantiisa ka qaado oo caanaha cab
waxaad yeeshaa mireed geli nabigu kula qayliyin, maxaa yeelay waa habeenkii isugu horreeyay hadal inaad ku bilowday qaylamahan. tartiibayo ugu dhiibay waana ka aaminsan yahay waa usoo taagaya tartiib ba waxaa caal u leeyahay sidaa weeye. marka habeenka ugu horreeya mulaadafa aad ayaa loo baahan yahay. way xishootay caaisha waxaa ka muuqday nooc khajil ah, khajilkana waa lagama maarmaan, maxaa yeele meesha waa arrin jirta, waxaa la doonayaa ninku caasifadiisa inuu ilaaliyo. meesha waxaa ku sugan duruus shabaabka la siinayo tasarufkooda ku cayaara habeenka hore curiiska uu rasuulkii siinayo sal allahu caleyhi wasalam. waa in caqli iyo deganaan iyo wanaag la isticmaalo, xataa marka jinsigu dhex marayo laysu tegayo waa in la ilaaliyaa sariirta iyo wanaagga. habeenka hore khuduura gaar ayuu leeyahay. waxay tidhi inantali asma fa akhadat fa sharibat shay'a, caaisha way qaadatay caanihii shay ayay cabtay. rasuulku markaas ayuu ku yidhi acdii tarabeki macnaa sadiiqaatiki, waxyaalaha kaasoo haray gabdhaha saaxiibada asii. waxaa qaatay asma iyo gabdho kale way cabeen nabigii oo meesha jooga, oo inaan hadday hortaada biyo ku cabta ee ma aha, mashaakil kuma sugna sharciga islaamkaasay ku sugan tahay, oo ay xijaabkeeda iyo wanaaggeeda iyo arrinteedii wadato. waxaa laga yaabaa gabadh biyo hadday halkaa ku cabtay la yidhah maxay biyo halkaa ugu cabaysa, inantu inay nin ajnabiya cunto ku darataan la ogolaay, laakiin gabadha haddii biyo la siiyo oo anigu aan usoo taago oy cabto miskuna kuma sugna. waayo rasuulkii markii sawjaro gaba cabay waxay ku yidhi saaxiibadaasi saaxiibadiina qolkay kula jiraan meel kale ma jiraan. xadiidka asaga imaamu axmed iyo kayrkii baa sanad saxiixa ku soo saaray. sharcigu wax walba meesha ugu talagalay in la geeyaa la doonayaa. habeenka la dhiso inanta yaan lagu xadgudbin, ha la ilaaliyo arrimo badan, yaan la isgaarsiinin in laysnaco habeenka asaga ah. abulfaras wuxuu yidhi waxyaalo badan ayaa rag badan laga helay. haddii aan munaasabada kalaamkaa qaadanno inuu ninku dharka iska dhigo kulligii ee uu halkaa ka soo ordo waa masaakil. gabdhaha caalimiyaadka ah oo ku cilmi leh cilmiga nafsiyaadka ah oo ayagu aad u garanaya maamulka guryaha waxay yidhaahdeen waxaa waajib ku ah ninku marka uu dharkiisa iska dhigayo inuu isaga dhigo shakli aan ugu yeelayn inantu inay la yaabto ay ka cararto. shakli noocaasa waa inuu isticmaalo isagoo inantii la jooga oo inanta wixii loo baahnay ee qublo iyo istimtaaca ay dhex mareen ayaa arrinkan loo baahan yahay. laakiin inuu takabaanka soo surto asagoo halkaa taagan waxay ka bayriyeen gabdhaha muslimaadka oo cilmiga nafsiyaadka garanaya. rijaasha islaamkaana waxay ka soo naqliyeen arrin dhib badan. waxay weliba gabarkood yidhaahdeen mudlaqba ma bannaana inuu ninku isku soo qaawiyo meel inanta ka durugsan ee ay aaladdiisa u jeeddo ayagoo weli waxaan waxba ka garanayn oo inan yar ah, laga yaabee inay inta argagaxdo gurga ka cararto. waa suuragal ninku marka haweentiisa jameecayo ama sawjadiisa yacni adoontiisa farjiga kama eegi karo indhaa'aanow ayuu dhaxalsiin. xadiidkaasu waa mawduuc waana been sida saxiixa xaaladda jamaaca ninku haweentiisa wuu eegi karaa ayadu way eegi kartaa, ilaah baana u banneeyay in la isjameeco oo la wada mayrto oo ay wax walba wada dhex maraan. laakiin ninka iyo haweenta hadday farjiga iska eegaan baras baa imaanaya, indha waa la indha beelayaa. ama ma ahan caaishaa tiri nabiga farjigiisa weli ma arki, adilada sidaa u hadashay kulliga been weeye. kuwa oranaya dharka yaa layska dhiginna sida oo kale weeye, caaisha iyo nabiga wada mayranayaan arki doonaa sal allahu caleyhi wasalam. markaasay ku sheegeen waxaa midda kale waxyaalaha oranaya markay wada joogtaan hadal haysku soo qaadinina ama dharka meel ha dhiganina kulligood waa manaakiir bay culimmadu yidhaahdeen. waxaa la doonayaa ninka iyo haweentuba inay ku dadaalaan sharcigu sida weeye oo rabbi laga bogo subxaana wa tacaala. inuu ninka haweenta cawradeeda fiiriyo waa la ogolyahay, ayadana waa loo ogolyahay cagsi, mushkula ma jirto labadaba. midda kale dawqa islaamiga iyo macaanka islaamiga ayaa sidaa keenaya, sidee labada qofada u wada nooli inaysan isu eegi karayn. waa cajaa'ib waxyaalahay dadka gabar ku hadlayaan. waxaa dhacday haddoo ka hor xaflad curuus ah, waxaa la sheegay sida uu ibnu jawsi soo naqliyey
xafladii curuuska markay inta hootay ay dhammaatay, ninkii ayaa haweentii guriga loo geliyey. Halkaas ayaa looga dareeray munaasaba. Markii looga dareeray, inantuna aad bay u yareed. Dabcan waxaa laga yaabaa inuu nin aan caqli iyo aqoon lahayn uu ahaa. Mindhaa waxa uu is-ag taagay derbiga, halkaa isagoo taagan buu dharkii iska soo siimoo ficlan. inantii markay ninka aaladiisa indhaha ku dhifatay iyo sida ay arrintiisu tahay, albaabka ayay harhareer uga baxday ilaa ay ka dhimatay ama ka geeriyoodana waa diiday inay ku soo laabato. lagaba yaabo bay tidhi, xataa ayada dhaban argagax iyo sasaa ku dhacay. marka waxaa loo baahan yahay leyladaas ayada ah inaan barabaran lagu tilaasan, inantii la qanciyo sida ay muslimiinta qaarkood sameeyeen. nin iyo waxaa laysu aroojiyey gabar muslimiinta ka mid a taabiciyiinta ah. inantii waxay ku tiri markii gurga laysugu tegey, war niyow muslimka halkaa fadhiiso, dabcigaaga iyo arrimahaaga ii sharax, annagu waan kuu sharxayaa nolosheenna waxay noqon lahaydna aan maanta dejinno. rumahaa waxay deexdeen kadu wanaagsan waana ay ku liibaaneen. marka si dhimrin, taraaduf, naxariis, wanaag ayaa la doonayaa. laakiin qajajacda iyo isqalmarooji iyo rabti roorsanaya qaalisidiisa inay xaaladdu noqoto sida ay ragga iyo dumarka u badan yihiin qaarkood khayrdarro weeye, bal ha laga fiirsado xaaladdaa mawduuca. inkastoo naan war ka haynin, haddana diinta ayaanu akrinay. marka waxaa la doonayaa dadku inay ka fakaraan oo ay aad iyo aad mawduuca uga baaraan degaan. ninka haweenta marka loo soo curuusiyo laylatu zafaad, waxa uu akrinayo ama ayadu akrinayso, rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi, idaa tasawaja axadukum imraa falyakhudh binaasiyatiha, axadkiin haddau haween soo guursado madaxeeda meesha ugu horrayda ha qabto tinta ah. alla magaciisa ha sheego subxaana wa tacaala, barakaha ugu duceeyo hana yidhaahdo, allahuma inii asaluka min khayriha wakhayri maa jabarta calay, wa acuudu bika min shariha wa shari maa jabarta calay, sida ha yidhahdo uu yidhi sal allahu alayi wasalam, ilaa khayrkeedaan ku warsanaya khayrkaad ku dabeecayday, sharteedaan kaamagan gelaya shartaad ku dabeecaysay. ayaduna ha tiraa, allahuma inii asaluka min khayri wakhayri maa jabarta calay, ilaa khayrkiisa iyo khayrkaad ku dabeecaysaan ku su-aalanaya, shartiisaan kaamagan gelaya shartaad ku dabeecaysay. ducadaasaa laga wada doonaya nin iyo haweenba. haweenka laysu keeno qof walbaa qofka kale ayuu koorta ka qaadanaya ducadaasu akrinaya. ragga iyo dumarka waa laga wada doonayaa. ka digtoonada digtoona kulligeed talaa'imta makaraamada iyo warqadaa shaydaan ku qoray, maxaa yeelay talaa'imtu waa shirki. man tacallaqa tamiimatan fala atama allah, usrada islaamiga waa inay noqotaa mid waaciyad ah oo xagga ilaalisa xifdiisa oo diinta fahansan oo bidcada ka duusan iyo khuraafaadka iyo waxyaalaha gu'unka oo dadka maanta jira ee dajaaliinta ay samaynayaan. rabbi ka cabsada subxaana wa tacaala. waxaa kaloo laga durgaa dadka khayaanada badan leh sida nimanka yimirada la yidhaah oo guryaha yimaada oo yidha waxaa nala ka siiya haddii kale naagtaan qaadanaynaa ama ilma dhali mayso, shilin ninkii ku beelaa shaydaan weeye, sharciga islaamkana waa ku cayaara. rabbigii ka cabsadoo xaqan shogeey u ilaaliya oo alla diintiisaa lagu dhaqmo. waxaa kaloo la doonayaa ninka iyo haweenta gurga marka laysugu keeno oy ducada akhriyaan, intaysan dukuul iyo istimtaac isugu tegin waa inay salaad dukadaan. cabdullah ibni mascuud ninka la yidhaaha waxa u dardaarmay rajul shaab ah, waxaa la doonayaa ninka muslimka iyo inantoo inay salaad dukadaan. maxaa yeelay cabdullah ibni mascuud rajul shaab ah oo gabar shaabada guursaday ayaa u dardaarmay. waxa uuna ku yidhi rajulkii, maxaan samaynayaa haddaan ka baqo inaan inanta isu caroonno markaan isu nimaadno? waxa uu cabdullaahi amray inay laba ragca gadaalkiisa ku dukato u yidhaahdo, allahuma baarik lii fii ahli wa baarik lahum fiya, ilaahu aniga ahalkayga ii barakay ayugana aniga ii barakay oo isukaa ii barakay. allahuma isbic baynana maa jamacta bikhayr wafarid baynana idaa faragta bikhayr, allahayow in alla intaad na kulminaysa khayr nagu kulmi, haddaad na kala geysana khayr nagu kala gey. muslimiintu marka waxay yidhaahdeen salafkii sidaa ayaa laga soo naqliyey in badan oo ka mid ah ducadaas iyo salaadaas iyo khayrka iyo allabarigaas ayaa loo baahan yahay. waana arrin aad u wanaagsan in macnawiyaadka ninka iyo haweenta sare loo soo qaado laylladaas ayada ah, oo sawjeynka waxaa loogu yeerayaa wanaag iyo fiicnaan iyo inay khayrka ka shaqeeyaan.
هماك أسرع هي همين والضبع مركز أرضك أيضا هي على سير لي مالين ولا جد ونيا إلى وانا كشة كيسان أيها كنا مسلمات كا نملك ومرك الله بليان وإلى هذا الدرع سنكو هذوان نملك أجانب تانا هذا ولا جبر وإلى سنكو هذلي وانا إلى إسكير عليان سيدي إن أنت إبن الجنة يا نبي كتري الله أيان كان من جليا هذا ولا كعبه وإلى إسكب أوران حقا وإلى كس عران سمعت يا وانا جو وإلى لين هذه المرضى الله على قبضه وعقدتك سهل المغرب ويندين تيسلام كله عياري منك يهلين سوحا يكون واقعي عن جماعة كيسة وحا عبون صوت كمالك وتقعي أهل كيسة إنه يرعلي بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رسلتنا الله يو نقع على الاسكو دورينا الله يو شيطان كنك الدرجي وحال أنك أنه أرسل لنا شيطان كالدرجي حديث أبو هريرة صلى الله عليه وسلم رسولك صلى الله عليه وسلم وحو شاقي أو أعدي صلى الله عليه وسلم منك يا وينت فكون هدو أغري الدعانة همين كيسو تقيان أمي وراء أغريان الله هدو بحل وراء أنا كذبرا رسولك صلى الله عليه وسلم وحو أعدي سوجك يا سوجدي سعدي دعانة أغريان مر والبي اسمه تقيان جماع حدي على بينك ولا ولد كذا دره إن ولد كشيطان خدني كريم سيا سيوم شهر صلى الله عليه وسلم يوم الجير عرب الدم بكم بعيو إروح على جورا عرب شيطان قوتي أو بالكلية دين توتي أو أنظرت كيس كسر العالمين عرب ما مغايو ما كفب على جبره أيلا اللذت اللي رجل على خلق عليه ويا الحرماني حديك لما معي ربي انت وسان عريض التلاهر نبدا لبويري او انت على مركب تريس بسم الله ما فيها يا روحوا الى عالم مير مركب يكون مع فسر الحمد لله عالم حركة عفقة انت وقعت هل الى اول بعرق حضرت هذه قارب ايا سبي وقبر ميا قفك الى الدين توحكت بشاء فروض دي سياح راضي سياح يا جنال الدنيا ربي انك عفصنا نصوصا يا ربطواني حرام ليه إلا فيه سرت استمتاع ما كانك يا أولاد استمتاع وبحمر سرت بحمرك إلا فيه من معوي الله أقول سبحانه وتعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله قبلها الصالحات وقانتات كأولاد الأسن وقوة إلهية ما كان لغم جيه وحي أو إلهي تركب البيت أي إلهية سرت مقبلة سماري قرن قريعة قوصنا يعني يمكتورا مجنبا وحو أرضي حكمنا يا أرعى حكمية فيه سرت بحمر تنك يا أولئك استمتاع إلا في الله أبا أسمى بنت يزيد وحكري رسولك صلى الله عليه وسلم رجع يضم الأيام الأجر الأيوي من هدي أو أولئك يسلطهم وحو ملايا إلا وحكشر أيضنا أي وحشرتي خبران وهي بحمرك ساس ما إني كتع يا أولي أرقى سمدعا كل وي أعمسن وحيري في والله يا رسول الله إنهن لا يفعلن وإنهم لا يفعلون رسولك على الله كبع سيد دمرك وعنك يا هوانت يا نك يا ندحنا أول شيئا نحرق أول شيئا وعن الله سقفة على عراء وحي اسكو السمايا رسولك وحوري صلى الله عليه وسلم لا تفعله سمع صائلنا إنما ذلك الشيطان منك هوانت سكشك إيوه الشيطان لدي سيدانة في دريج فغسيها والناس ينظرون والسيدان سيدانة وقدر قرار قرمي أو وقدر بطن كي وكل جماعي دكة أو إيجي ساف أيو اللي مديها ورسال الله عليه وسلم منك استمتاع هويتي سيأسايا تحمى الكشاكي إيا إرنت الكشاكي والسيدان يا سيدانة وقدر اسكبه لي أيضا الإيجي خير دراهي كنرا حديثك أصدقاء إن رأينا الدرسوس علي شوائد بلن بولاية درسة الحسنة البارية مع رسة الشديد رجال ما أنت جرتا سائد بلن أي أسفايا وعي هولين صورة كسا إليا إلهي جبركوت سفايا جمال إمرأتي إلهي رجع جبركارا هولين تحبلو هكا قاسي وطارا شنشلل ونوعة حلعات نوعة إلهي رجع جبر جارين
sida haweenka ay haweenkooda haweenada laga sheekaynayo mid islaamnaad ay qaba inay caasadeen waayo waxaa marka lagu badbadiyo lagu qurqurxiyo lagu dhalnaariyo layidhah wala si haweentayn u tahay wala sida ay tahay wala si isinbaa ay u fiican tahay khalas shaydaanku waa ka jeclaanaya marka maanta dambe natiijadii waxay noqonaysaa waa usoo dhawaanaynaya marka rabbi aaga baro subxaanaha watacaala war waxaan ilaahay astur buu u sameeyey waxaa arkaysaa guurka dallihiisa ambiyadii ilaahay baa loo diray oo sunno looga dhigay qaybaha guurka taasaa ku cadaynaysa sunnatu ambiyaa lagama dhigay haddowsan qayma lahayn haddana waxaa laysku samaynayo labadaa qofood dhex maraya ilaahay sow marada ugu daray war ujeeddaa guri baa loo sameeyey haraga idan dalbaa la yidhi ninka iyo haweenta waxaa u bannaan inay iska arkaan waxa makhluuqa kale iska arki karin see ku fekerteen waxa labadiinu samaydeen oo adinka aad isugu raacaysanayseen inaad inta dariiq iyo wadada tiraadaan afkiina la taagtaan waa maxay waxaa tiin fargi doonaaxiyo yacni fi doonaaraniya tiin waa maxay waxaa kan warallaha laga bogo subxaanah watacaala shabaab maanta jiraana kuwa xishooda maaha aad bay waxay daran yihiin waa inaan arrinkaa la filin waa in la ilaaliyo sumcadda ku saabsan sirta isintaa in la xifiyaa la doonayaa rabbi ha laga bogo subxaanah watacaala haweenka uu ninku caruuso subaxnimadeeda waxuu samaynayo waxaa ku haboon ninku haweenka u xiruuso subaxnimadeeda inuu qaraabadiisa soo salaamo saaxiibadii oo u duceeyo ay ugunaya isaga u duceeyaan waxaana u daliya rasuulka sal allahu calayh wasalam awlaba ilaa bunaya bizaynaba zaynaba markii loo dhisay weliimaha loo sameeyey muslimiinta muufa iyo hilibbou ka darjiyey uma kharaja ilaa ummahaati almu'miniin waxau aada haweenka uu qaba kale ummahaati almu'miniin ah fasallana calayhinna wadacaa lahunna wasallamna calayhi wadacawna lahu u fiirso ummahaati almu'miniin ba waa haweenkiisii kale marka waxaa la curuusay maalintiina la cunay alaabti curuuska markaa uu gabdhihii soo salaa u qabay waa salaamay waa u duceeyey waa wanaajiyey ayaguna way salaameen way u duceeyey rabbi ha kuu barakeeyo sawjadaada ayay yidhahdeen kaana yafcalu daalika sabiixata banaa'i haweenka gabadha loo gurigeeyo subaxnimadeeda saasoo nabigu samayn jira annagana waxaan yidhi gurda lagaa baxo haa kulaa lagu jiraa toobada macnaheedana waxaa mooda guriga ku xeeraba loola jeedo war gurga ka soo wareega ordaa heerka soo salaama oo banaanka u baxa oo inanta ilfuur indhaha ka gashaa ku noqonina marmar gandha hala sheekaysa da waa kaleeye af waxaa arkaysaa toddobaadkii baan ku jiraayo ninkila halkaasa uu kurraa war waxaa loola jeeda toddobaadka ma taqaanaa waxaa toddobaadka laga waraa ninku hadduu haweenkale leeyahay gabad cusubna uu soo guursado weli la guursan toddoba habeen waa inuu ayada la gooni noqdaa uusan haweenka kala aadin macnaha saasaa loola jeedaa ee toddobaadka gurga yuura laga maqlo rag baa jamaacaadka ka haray rag baa jimcada ka haray rag baa waxay dhahaan qolka ka bixi mayna sariirtu taallo dadku bixi waaga waxdaa barana walilaa haddaan dadku waxaysa yacni islaamka gara waxla goofaalaya walaalaha laga bogo subxaanah watacaala xadiidka nasaida soo saara sanadkiisu waa saxiix taas ayaa la doonayaa muslimiintu inay sameeyaan allaha laga bogo subxaanah watacaala shahrun casal bisha la yidhaahdo bisha min malabka waa bisha culuuska e waxyaaba badan baa la doonaya in lagu dadaalo ninka waxaa laga doonayaa iyo inanta muslimadaa labada markay jamaac isugu tegayaan inay rajaynayaan alla inuu walad siiyo islaamka wax u qarta oo dadka sulcaa culamada ka mid noqdo markay u soo daahirto inay jamaac isugu laabtaan waxaa laga doonayaa inay qubaystaan sida fiican ama ay weyse qaataan haddaysan intaa samaynaynin waa inay istanjoodaan qaabixiyaal waxau yidhi istaja haddii lala yimaado xilintuna waa xoogaadaysaa nashoodna way helayaan saas ayaa loo baahaya waxay culammadu yidhaahdeen axsanu awqaati aljamaac jamaaca awqaadiisa waxaa ugu fiican ninka iyo haweentiisa waqti ay jamaac ku kulmaan waxa ugu wanaag badan salaadda fajarka marka la dukado cabaar ka gadaado marka salaadda fajarka la dukado cabaar la wardiyo qur-aan yaro la akhristo oo ninka iyo haweenta caar seexdeen oo masariixu ljismi walfikrigi oo jismigooda iyo fikraddoodu raaxaysatay markaasaa jamaac ugu fiican yahay waa awqaadda ugu wanaagsan markaa ka galaa haddii ay cabaar qajac ka siiyaan in yar waa arrin aad u fiican waa mutca cadiima raaxa weyn oo weyn oo kaga badan weyn laakiin iyadoo la dhiyisan yahay oo la dabcaansan yahay oo la soo daalay haddii laysu tago wixii fayad nocaa
كل يا جارمي نفسينا أيها الزيتور جيركو الدجيه أي أرجع ربي عيه مركا كجلا عبايا ما نستو وليه وحا يوبا يمركا جماع وبعا يوئينا عروش آل ابنهي إذا ونكو آل ابنهي إذا ما ينتو يريكو فبها تفايلنا عروش أنصروا وين خفيف تحي عروش في جيتا ساسي اللي تونيا أي سجاع يارينيا مناسبة غيرها برلل أي أرنكا وأرن يوبا عيه سلا مسلمين تحيها مكسوا عن مغلمين مركا بحثي بلا موضوع عبرلل أريد أن تقول مصرور أني مركا مسلمين تأكدر علي وحال الدور إلى إلي إلى عيان إيش من هذا إيا محبة هذا إيا راح لك بحيسة تأتي إلى الدور إلا إلى عيان غطب ربك كرئينا وراح إلى الدور إيا نكو يوم تقول أنت دول قناس وكما أعرف أيضا أيضا دره إلى الدور معهم رب على ربه سبحانه وتعالى نتمرك وصول جليسة وتلي يسيلة وتلي إلى أهل كيسة الله سبحانه وتعالى وحلي أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن حليك رمضان كوحى إليه رغسي رفض سماء إلا بحض الله إلا ما مفسرين وحين أوديه جرمك ما أغرنا يا وحى إليه رغسي حوضاء أبقوا أو سنجعلي ومن وين أرسلان فقارنا إلا سود يا رجلو أبقوا كفي حوالك عيه لكن أفضل الكفر عن طريق رجع سرائيري ورجعها ورمى وضعها في زمان الوجاء إيه رفضك وحى اللي رجع إلى سماعك وزنيدي ورفضك لكناية عن الجماع سماع اللي هو غنى السوق يا رجلو إن أنت اللي بيرا أنا وحى أنا أرجع لها هل يمكن هنا وحى أصلا لبس بإيدين أريد أن لبس بكين وهذه لبس لإسكوية لإسكوية حياة ورجيك سوى استمتاع طاع عني صراحي تلك ليس كصراحي الشمين يعني غفك أو غفك العرب كيس النور هذا عرب نبي أنا ساعة ساعة كسرا ما إن أنت عرب كيس آلا عليه ولا من دون هوين نبي أنا جانبك أو قدرس الحرام هل أنت ولا مكر عين السلاح يران بالله عليك الله نتحب ما تجي لك عن فرما إيا كل أرمان تجوية ما رجع يتمر كما أنت جوية كارتي أولى إلا إنا ولا محرفان إني فرولي اللي يتكلم وضوع عرب اللي يتكلم وضوع اللي يتشميه فرع يتكلم يفو أهلها بالوري حتى الناس سعين حياته يقول كولي وعيدين دمانتر يبقى مركز على إبن جارسي سلاس بحالات ما غنيسا عرفت السورة شرفت يوناك على مدلال الله سبحانه وتعالى وحوي لمركو كتكسي كيني سيدة دمر كله متغير نساءكم حرق لكم فاتو حرقكم أن نشئتم هواكي نوحي إليهم بيه بيرتي إن سحة وصلة الدونتان المتغير سحة وصلة الدونتان بيرت هو معك فرجها معك سحارة من قبل هذا الجناعة إيا إن أفكر لو يبدأ يستيسا ويحيا سوغا ما أنت الجناعة أو معك ليس انجلني إيا إلا استعمالك الكشير إيا إلا استعمال ضرك إلى أسنين هذا لا يجوز شرائع معه معين أول أنت كالاستمتاع يا فاقا لو قليه وحيا أعاك لهم أنت جرى قلت الأصنع يا أنبكتوا إيه وعلاك إذا مركا يكوشا كيا عن قربيين تا إيا دكا شبابين تا إيا ديستك أكوع الله عوي وحي كلاهي ما بكي إميرو نوم البدل ما يجينا لون من رمانا كلا رحص بل شرق دروا ليس يجعلكوا برسو أما شيت مركا لا يهود يا وحي إلهي نكو عدوها ويتي سجم أعيانو سيجيجا فردك الله عكدنا الويل وحي باريس انا عنه إلوه اللي يشياء وهو يشاء هذا الكاسر هذا ربنا يا انا هجيبتو انا هفضيه انا هتاقناتو انا هسيجيب انا هسيجيب سيدا انتهمتها انا رفع لكو كاسا سيدا رفع لكو كاسا لكن مع القوانين فردك نغلا مع الكلام مترقل وإلى المغلا ملكة عمية تاسية للدولية وعلى رسول يقول ليس إلي أي وقت يهرى في أعطي عنا الاستعمال الجنة وأسابت الكعب أولي مركة الله وفري على كل حق ورشت أن يقوم بها ليسا لي وأسابت عنا الحقيقة يبيني وحيوت الجنة مقبرات مقبرات مصرقيات كل ما حسنها ولكن أيها مقبرات ونسوئية أيها مقبرات السيجية أيها مصرقيات الجاقة الجاقة الجيفة سيحة وسيدون دارين دانور سيحة المكة يا ولد سكارا لكن ما حقوا معنا سوى النظر وحبور قال له سوى وراء الضفور يسوه قال له ناشا فجرة سألتنا لكم يا لك أرم دي اللي بدل أما منك أولدي سكت جمع أما حركة السحارة نحريت إلى إماركو أجري إيا الثواب أيها لقاها شماعة رسولك صلى الله عليه وسلم حديث صلى الله عليه وكويل وفي بدء حدكم صدقة منك أدوها أولدي سجمع حرارة وقلت بأجري بها لك السحارة والسحارة بيرهلين
مشاورة إن أجر كيرين هدان جلن وهدان سنين تتاسع الدم اللي إذن كل ما يومي حرام إلى ذلك وهدان حرام متفتاة مساسع كان أجر اللي إذن كل قرم بلي صلى الله عليه وسلم سنة حرام تردين الله متفتاة الدم اللي إسمه قرم مركع أخلاق وعيسن إيا الشرف إيا الدقان إيا الورا الضفار الضفن الضع وإيا الرالك وكان ربك العروسة مهي أم استمتاع ساتة مولود دولة يحاول إسمه وهي وعادة شغل مدينة وهي لكن أنا كنت أعمل تلمامي يا رب تلاصني وإن إرهان طيب ربي على ربك سبحانه وتعالى وعاكره للدولة يا نكو إلى الجماع وبتغو ما إنت جمع عليها الكيسة وهي رسولك صلى الله عليه وسلم وحو أماني من غسل يوم الجمعة وابتسر وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإسلام من الإمام واستمع ولم يلغو كان له بكل قدرة عمل سنة أجر صيامها وقيامها أبو داود النساء من ماجه سنة لا يتبعي ما أنت الجمعة منك ميتة الجناح كسوة ميتة أو يجي إذا منك الوقت من الجناحي أراسل عن يعني كل لفظي أمرك أكبر أرسل علي إنت جمعة الأمة يطاق كراعي إنه قال إن دابت الإمام تؤدى وهدي أو بفارعي وعن ربه إن يكون صريح كلاب والبو تعرف هلك ربع وكت لا سبع وحل وبريا هل سبع أجل جيدة سيام كيرا إيه قيام كيرا هل سبع أصبع سبع أغيى من أجل تعنى ما أنت جمعة بقصة الجنة ميرت ولدي ومسلمين توحي إلهي وأن لبدا أن يكون مساجد تعمك الله أو رسول جنة عظم الكبيرية سببت الله مع الدقان شهوة دي سيئو الدقان أسرع مريفعة صورة علي حدي أصنع ويجب الهجرين وأول البرع يود الجاي ما سرعه ماشي وأن هويت وضبط السماعي كل مساجد طرف من أهل غرائي كاسا لتولية ما كارين تاسا ولا يسوي ولو بأي لكي وح لازم معنا أرواس وح لدولية إلا إلهي وربي لربه حرام وعولت إن جاء الله لقرأ مع الكوالد كما أنا هاي فأتوا وحرفكم أن شئتم بأليه وغفق مع الكبير سلام وحرسوك إلي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل يأتي امرأة في دورها إلى أن حريسكم أقيا وروحا ولا عمد ونبوش كفارة نكا ويتي سكدنا معك سحرة إلى يوم عرولا ناس كان مع أمر إليسا معك سحرة هذه الذي أفكك ورد وعجائب نيكا هديها وانتي سوق عنك وصفات البيئة والأبرية انت يعني استمتع يطاعت رسع يوجيكا لكن اما كنت اخير الجميع قلت لي حراوي نزل سنة لي ابو صلى الله عليه وسلم ورسولك يري صلى الله عليه وسلم من اطع عائدا او امرأة في دمور او كائنا فصدق بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد لا يحيط لك الجميع وطري اما يعني معك السحارة كجميعي أما منك ذلك فارية الرأس كأنت يقول له يا بحر شريه ولكن قال روح النبي محمد لم يسلو تجيه صلى الله عليه وسلم سلاسة النبي يقول صلى الله عليه وسلم وعند الرسول بحديث يقول أقبل وأدبر سيجي يا سيجي لكن وصد الدمر والحيدة يعني ما حركة سحرانة كبه قال مركة إيه غفنا الجميع أمتني ساس ورمي صلى الله عليه وسلم أدلس الرسول كبار يا مأسنا عبين إيسا وربك عسرة رسول قوات الحديث يا أخوي إن الله لا يستحي من الحق فلا تأتوا النساء في أبنائنا ولله حقك راح الشهر أو حسنين يسوى الأبان أو ضمر كأوبة تجنين محرك السحرة إلا ولا البدء ولله محرك الأبري وغفر أو اسمتع الله تعالى لك سلا يمني صلى الله عليه وسلم وربي على رب الدين تعالى الله حرام ويعوان حيثك فإن جاء الله مطلع الله أعلم سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو ألم تعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تظهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله أعلم وحيك السؤال يا محيك حديثة وحكت يا حيك وأدوى غرب قبك نواطبيا ونكايا إذنك مركي حيك غران هجمي إننا حيث كمركة يقرأت كالدرجة نبي بحديث بها مسلم قصنا موقع بصر وأولي اسمع كل شيء إلا النكاء وأول بقصنا يجمع معنا تنع إلى الجدين ولا أجي إفسائيا وحرار على قنيا ولا مؤسم تاعيا ولا يهي لكن جمع معي فضي على ربه سبحانه وتعالى هؤلاء دوانينا إلى جمعنا إلى إكبر يا مغايا
markay daaimadaana uga taga meeshii alla uga taga idin ku yiri meel walba maahan, waa meeshii alla tegitaankeeda ogolaaday. Alla dadka tawbadkeenka badan iyo kuwa dahaara qaadashadaa badan wuu jecel yahay ee rabbi ka cabsado diinta ilaalayo oo xaggiisayna ugu saaray. naag caridaa ninkii jamaac ugu tegay ama maxaaka saxaarada ka jamicay ama qoraas ku dhilayo waxu sheegayo waa ku gaaroday waxa nabi maxamed ugu soo dejiyey. abu daawuud ee tirmidiya nisaa waxa waa xadiis saxiixa. rasuulka sala allahu calayhi wasalam dumarkiisa xaydka qaba marka u tegayo oo la qabalo la jiisanayo macnaha aadaa calaa farjiha qawman tumasana canaa taasi caaisha leh farjiga ayuu mara ka saaray wax alla wax ogow markaa ku samaynayo ama ha nabato qubi sumina ama ha nabato la jiisi ama ha nabato jirkeeda la saarto iyadoo jirkeeda kale waxba ka xigin inta farjiga ku aadan oo xudunta iyo wax yaroo ka hoosay ah ayuu ku xirayaa nabo saasuu yeelay jaraciga la diday jirkeeda kaadha u banaayo gool ilaa wanta naag xaj qabtaa hadday kugu neefsato wejigaa qiniicaya ka soo baxayaa balaayada aamisanta soomaalida halkaasaa ku baxda. midda kale waxay dhaheen waa waalaayo yay ku taalani, midda kale waxay yidhahdeen yay kuu soo dhawaani, midda kale waxay yidhahdeen yaysan cidiyaha iska jari, yaysan tinta shalaysani, yaysan war balaayadaan oo dhan waa qurun meel laga keenaan la garani, war wax walba waa loo goliyay anta ilaalada in kamida oo loo diibaya jaamica maahan walaa marka badan wayaan diinta lagu cayaaro war waxa la sheegayaa wax ma ahan dad baa inta ku taakuro leeyahay eyey manar xayqata isada iisoo dhawaato waa la iisoo urine subxaanaka yaa ilaahi. rasuulka sala allahu calayhi wasalam isagoo dumarkiisa la hurdaya sidaa dilasa ay cadaynayaan ayay marada ku xayayeen inta ka qaaro oo dhiigga ka soo dhaqo marada asagee dhiigga inanta dhaqaya ayuu ku dukanayay dagaca wanaagsana waa ninkee ninka saa yeelaya rabbiga ka cabso rabbi halaga qabo subxaana watacaala. waxaa laga doonayaa ninka muslimka inuu awradiisa qariyo ilaa awrantiisa maahan sajadiisa laakiin ka qarin maayo. macaawiya ibnu xayra waxa yidhi rasuulka waxaan ku yidhi awradeenna yaa ka qarina yaasanan aana ka qarinayn. waxuu rasuulku ku yidhi ixfid cawrataka ilaa min sawjatika aw maa malakat yaminuka, cawradaada ilaahay haweentaada iyo addoonta ay gacantaadu haatay sida haweentaada ugu tegin maahan yacni cawradaada ilaahay. abu daawud iyo tirmidi iyo qeyr koo asaar kusoo saara wanaagsan haddii rag iyo rag isla ninka waxa buuri mayy ee haddiiusan cawradaada arki aan sawjada lahayn buuri sala allahu calayhi wasalam. nin inuu nin cawradiisa fiiriya waa mamnuuc, inay gabar gabar cawradeed fiirisaa waa mamnuuc, laba nin ambar qabi inay hal mara wada hudaan waa mamnuuc, laba dumar inay hal mara wada hudaan ambar kaa qaban waa mamnuuc, nin iyo haweenta isqabaa hal go'day wada hubanayaan xadiidkaas macnaha tusiya muslim iyo qeyr kala qoray haddii la badan baa cadaynaysa nusuusta ahay oo rabbigii ka cabsada xagga ku socda. laba qofaad oo mar hal mara hal wada hudeen la yidhi oo wax kala xeelahay waa nin iyo haween isqabaa. waxaa soo raaca hooyo daal gelinaysa canug ayadoo ay dhashoo waxba kala gelinay oo naaskeeda u daynaysa halkaa soo raacda wax kale halkaas soo gelayo soo raac karaa ma jiraan. marka arrimahaas dad ilaaliyo alla ka baqda warba hala noqdo wardan diinta islaamka hala ilaaliyo warmiyaadna dad muslimiina ayna aan xagga ilaalinay. waxaa wanaagsan ninka iyo haweentu markay jamaac isugu tagaan ka gadaal inay meyrtaan oo ay dhexda inta biyodhigtaan wada meyrtaan aysugu kusoo wada meyrtaan. rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa la meyran jiray caaisho sida adiladu cadaynayso. midda kale waxaa wanaagsan ninka iyo haweentiisu markay jamaac isugu tagaan oo ay haddana mar kale inay isu laabtaan doonayaan inay mayrtaan. waayo xadiid baa ku soo arooray idaa ata axadukum ahla tuma araada an yacuud falyatawadaa baynaha awudua. riwaayado kale qurays bay sheegayaan hadday ninku haweentiisa jamaac ugu tago mar kale ku laabanayo inta udhexeeya ala weysaqaad hala yimaado ala qurays haadaa asgaa wa adyar wa adhar buu nabigu yidhi saasaa nadiifnimo badan daahirnimo badan wanaag badan jirka uraad u fiicnaan badan axaadiis fara badan oo saxiixa oo macnaha sheegaysaa soo aroortay. ila istanjeero la weysa daato aragal ala qubays lala yimaado marka laysu laabanayo si nashaad iyo firfircooni oo jirku u helo waayo qubayskan faa'iido badan baa ku sugan la maydanayo marka dadka mariyu ka timaado ama jaraamaca ka gagaalo. waxaa la doonayaa dadka muslimiinta inay rabbigood ka baqaan oy xagga ilaaliyaan oy jimcada u mayrtaan oo marka jamaac ka baxa ay mayrtaan oy jirkooda nadiifiyaan oy diinta islaamka dhan u ilaaliyaan. waxaa kale la doonayaa maxa lagu mayrto
sanjani isagoo go'aamin meelaha ragga iyo dumarka ay ku wada maytaan oo laisu jeedayo. inanta muslimada ee gurgeeda waa inay ku leedaa meel ay ku mayrato oo aad furan amay ayada iyo ninkeeda ku wada maytaan. hadday gabar markeeda dhigto meel aan guryaha waalidkeed leeyahay ahayn ama gurigeeda aan hayna, way dilaacaysa ayada iyo allaah raxmaanka wixii ka dhexeeyey oo astur iyo wanaag ah. xadiidka waxaa ku saaroodo oo axar qoray marka balaa oo rabbigii ka cabsado xaqa ilaaliya. ninka muslimka waa inuu aadaa kula noolaadaa qaraabada oo garabba ka qabo. waxaana loola jeedaa waa inuusan jamaaca iyo arrimihiisa kala sheekaysan. cali bnu abi daalib waxa waya rajul madaa oo madi badan, waxau ka xishoodo ka sarreytay rasuulka sala allahu calayhi wasalam inuu su-aalo ee uu ilaa madida seen ka yeelaa waa limakaani ibnatii, gabadhiisi ayuu qabaa miqdaad ayuu amray yihi ii soo su-aal nabayga waan ka xishoonayaa. nabigu waxau yihi dakarka hadhaba qofkay arrinkaasi ku yidhaahdo hana weese qaato oo madida waxaa la yidhaahdiya marka qofka shahwadiisu kacala yimaada oo jilacsan oo aan mani ahayn nacalkay gaareen diyaar lagu saylayaa waa laga istajoonayaa waana laga weyse qaadanayaa. marka rabbi ha laga baro oo aadaabta ha la ilaaliyo. waxaa kaloo muslimiinta laga cabsi gelinayaa nin iyo haweentiisa in la isku diro. rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiis ayuu ku yidhi naga mid maaha ninkii ammaana ku dhaarta iyo waman khadara calaa imri'in sawjati, ninkii ku dira nin kale haweenti, yaa nin iyo haweenti la ysku diri oo aan la kala fasahaadini oo namada danaayo la dhex dhigin oo rabbi ha laga bogo oo yaana maannimo laga shaqayni. xadiis saxiixa ayaa sidaa ku saaray axmed iyo kayr ku qoreen war xaqa ilaaliya war diinta ku socda war yaan xumaan waala imaanin. fanniga la yidhaa fanniga cayaarta oo ka dhexeeya ninka iyo haweenta oo loogu yeelayo ninku inuu sajadiisa la cayaaro, jaabir bin cabdillah nabiga ayuu la duulay sal allahu calayhi wasalam. markii duulaanka laga soo laabto yihi rasuulka allow curuus baan ahay aan sii hormaro ma guursataha adikrun an tayiba yihi ma garar baa mase waa garo. waxau ku yidhi waa garo tayiba ayaan guursaday hallaa dikran tulaaciba buu yihi oo maxaad u guursa weyday garar kula cayaarta. marka bikaarada iyo garoorta maxaa lagu kala fadhila gabadha bikaarada mahabeenka ugu horreeya lala kulmaysiilaysaa waxaa la leeyahay yani axadka ugu horreeya inanta la kulma oo ay yani jamaac isugu tagaan maxabadiisa ayaa qalbigeeda ku dhacda isagana ku dhacda. sidaa darteed ninkaas iyo haweentaasu daa'iman isma illoobaan sida aqlabka nooca ay arrintu badanta. marka waxaa la leeyahay yani gabadhaad guursa qofkaad guursanaysa gabar ha noqoto yani garabtu masaaye iyo sharaf gaara ayay leedahay gabadhu lahayn. garabtu waa gabar guri soo dhaqday oo khibrale oo sida ragga loola dhaqma taqaana. ilaahayna qur-aanka tayibaadkan waa arkaana buu ku sheegay nabiga loo guuriyey inay sharaf iyo qaybaleeyihin baa laga garanayaa. weliba inanta waxay uga fiican tahay way ka waaya aragsantahay way ka dulqaad badantahay sida aqlabka haddii qofka laala taawilo, laakiin gabadha waxaa laga yaaba maamul ma taqaano inay sidii dhuuxil u dhaqanto oo markii ranta xanaaqdo markii ranta iska guriyanto, laakiin tana waa waaya arag waa fiicanan. arrinka asaga ah waxaa ka dhawaadiyey jaabir waayo jaabir waxau yihi rasuulkii allow aabbahay baa dhintay sagaal gabdhood uu ka dhintay, haddaan gabad kufaca u keeno waa iscayayaan inan islaamka da'weyn oo u shanlayda oo u mayrta ayaa u keenaa dhibkana u dulqaadata ilaahay ha ku barakayo nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam. haddii maalkeena mid ayga kufacaa ma laba sano ka weyn waa khalaas way dhammaatay macnaha meesha ku jiraa sidaa weeye. sababta loo fadilaya marka inanta waxa weeye wax alla waxaad adigu ku barbaariso oo wanaaga ayay qaadanaysaa, laakiin islaamta weyn oo lasoo qabi jiran haddaan mid khayr le oo diin la alla ka dhigin haddaad wax ku soo qaado geela neeheble lagama rabi jirin oon bay kugu horodontaa. waxyaalo badan ayay kugu diidaysaa, laakiin hadday inan diin la tahay waxaad arkaysaa qaybihii ay khadiija iyo ummu salama ay nabiga u lahaayeen iyo qabii muslimaadkaa iyo ummu sulayn oo guursatay ninkali abidahe horana nin u kala tageen aduu ka dhintay wanaageehe ninkaliu ka dhintana waa la sheegay. bal u fiiriso dumarkii garoobada qaybahay lahaayeen marka sharaf way leedahay inantu u gaara garaabtuna sharaf u gaara ayay leedahay mid walba qaybteeda lagu qadarinaya saas ayaana la doonaya.
وارجوان على عيارته وكل عيارته ما عارف قول سوي لي مشى عيار بعد سوي كلا لك على واحد أنا مالك ولي عذاري ولا حالها وعريقة إيو قربها إيو دارك ولا محل سكين دي من بعد جاي على إن أنت أقدر عن دكتة يا دارك كذا وسكبه وانا شاكي راسيني على اللي تليك وانا وانا كراه سافر للدنيا هاركا وإلى الجولان هدي سن جولين يا أخي يا لسوريني لحاك وحي علماء كشيغان الريب عن روفتا وعن الإشارة يا ليلالين مصر إلا النوبي فروت هوسة هي عربك الذي يحصل عند المراحلة مركة وعيارة يؤكد سيدة عائشة شاكتي نبي مركة وقرق السوداء صلى الله عليه وسلم إلكاء النبي فيه صلى الله عليه وسلم قبله سمين إيا أرنكا ولا قابله قال قولا بسرشا قولا بسرشي وقولا حيارتا قولا حياتي عائشة وقت رسولك وفهد صلى الله عليه وسلم والكتير الجوار عن عريق أي مغرتي إيه عدال عريق يا الحي برين أسرع وأولي لدامن إيه ميلا الدامن داتيلها ماشي أولي لدامن بان داتيلها يا مكير مركز الكتير عدال على الجوار قد برسطة إنت كلام القرابيس وكلام تعني هي قد استحاليات كثيرة عن اليوم في رسو هنا أعطاها يبدو مركز لهم قرنا يمشكوا في مصرنا لكن ولي قد يدينت إلى اليوم بلد الدولية ربي على ربك الحق على وصعه ودينت على وصعه وعلى الدولة انكو الى وانتي سواء عياره حتى وقتك حيثك والرسول قال اسمحوا كل شيء الى النكاح وعلى بصنع الا النكاح ما الا جماعة معي لا عياره يعني وعلقنا يجيب سنة كذا عياره الا وحزانك صارت ساسا للدولة وعلى كل الدولة مدعاة